الطريق الوحيد إلى الأمام بالنسبة لنا ليكون منطقة مسالمة هي عن طريق حل الدولتين. هذا موقف لأجله دولة قطر وهو نؤمن به، ونؤمن بأن المنطقة كلها قد تبنته منذ وقت طويل من الزمن، وحل الدولتين سوف يحتاج بكل تأكيد لشركاء من الطرف الآخر. فلو رأينا قائدا من الطرف الإسرائيلي يعارض مثل هذا الحل فما هو البديل؟ لم تكن حماس هي العائق أمام حل الدولتين بعد أوسلو، ولم نرى أي شيء طبق منذ أوسلو في العام 2001 عندما تم تقديم المبادرة العربية. هل وافقت إسرائيل على المشاركة في العملية في ذلك الوقت؟ أو طبعا الحكومة الإسرائيلية أنا أظن بأنها لا تعترض على حل الدف دولتين، وليس أمر بجديد حصل في 7 أكتوبر، إنما أمر يحصل منذ وقت قديم. نحن بالنسبة لنا كدول عربية وفي بلدي، نحن بلد نؤمن بالسلام وندعم القضية الفلسطينية، ندعم شعبين يعيشون جنبا إلى جنب بأمن وسلام. إن موقفنا بأن مصير الشعب الفلسطيني يبقى في بين أيدي الشعب الفلسطيني، هم من يقررون مصيرهم. نحن بالنسبة لنا نرى بأن غزة لا يمكن التعامل معها بمعزل عن الضفة الغربية، وينبغي أن يكون هنالك حكومة واحدة تشرف على كل من الضفة الغربية وغزة.